أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من مقال الكاتب يحيى الكبيسي في صحيفة القدس العربي حول خرافة حرية التعبير في العراق. لم تكن الديمقراطية خيارا عراقيا بعد 2003، بل كانت خيارا أمريكيا فرضوه بالقوة، لكنهم فشلوا في تحويله إلى واقع وبقي شعارا. وقد جاءت الطبقة السياسية العراقية بعد هذا لتحول هذه الديمقراطية لتحولها إلى مجرد شكل لا يحيل إلى محتوى حقيقي، وتعاملوا معها على أنها مجرد تداول للسلطة عبر انتخابات يديرونها بأساليب بعيدة أصلا عن هذا المفهوم. ولم يجري التعاطي مع الديمقراطية بوصفها نظاما متكاملا يستند إلى مجموعة من القيم والمفاهيم التي لا يمكن أن تقوم إلا بها، وعلى رأس هذه المفاهيم المغيبة مفهوم حرية الرأي والتعبير كما أثبتت وقائع السنوات الماضية. ولم تكن المظاهر الخادعة المبكرة عن حرية التعبير نتيجة إيمان حقيقي بقدر ما كانت نتيجة مباشرة لضعف السلطة حينها فقط. هل ما زال هناك من يصدق خرافة الديمقراطية في العراق مع وجود طبقة سياسية زبائنية وسلطات دولة تحولت إلى إقطاعيات لأصحابها وجوقة وعاظ سلاطين انتهازيين حاضرين للتطبيل دائماً؟ يوم أمس قطعت قناة الدولة الرسمية والممولة من المال العام برنامجاً حوارياً لمجرد أن أحد ضيوف هذا البرنامج قد انتقد أداء رئيس المجلس الأعلى للقضاء في العراق واستخدامه توصيفات لاذعة للمرشد الإيراني الخامنئي ولقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. وإذا كانت الحملة التي قادها حلفاء إيران وميليشياتها المسلحة في العراق مفهومة وطبيعية هنا، فإن الحملة الأخرى التي قادها موردو رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الجهات المحسوبة عليه مثل ما يسمى جمعية القضاء العراقي يعكس حجم المحاولات المنهجية من أجل مصادرة حرية التعبير في العراق. واكتملت المهزلة بإصدار أمر إلقاء القبض على الضيف وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بتهمة الإساءة إلى المؤسسة القضائية، وهو تدليس آخر صريح على القانون. ولكن الطامة الأكبر هنا تتلخص في تصرف شبكة الإعلام العراقية، والذي كشف مرة أخرى الغياب التام لأي معايير مهنية لديها حين أوقفت بث الحلقة، وحين أصدرت بياناً معيباً تنصلت فيه عن أي مسؤولية تجاه الدفاع عن حرية التعبير، وأنها غير مسؤولة عن استغلال الضيوف لسقف الحرية الذي تتمتع به. ولم يفتها بطبيعة الحال مدح القضاء الذي تعده الشبكة الحصن المنيعة وآخر حصون الديمقراطية في العراق، ثم لتتعهد بعدها بمنع الضيف من الظهور مجدداً في القناة مستقبلاً. واستمر العقاب ليطال مقدم البرنامج نفسه عبر إيقاف برنامجه عن البث. الآن إلى مقال آخر، حيث يقول الكاتب علي حسين: لم تكن مفاجأة حين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركين في انتخاباتها ضعيفة، لكن المفاجأة أن القوى السياسية بعد كل هذا الفشل تريد إعادة الانتخابات من جديد. أموال تصرف ورشاوى تدفع، صفقات تعقد، وملايين الدولارات تدخل في جيوب المستقلين. كل العراقيين يحلمون بتغيير حقيقي للقوى السياسية التي أصرت على أن تمارس لعبة الديمقراطية بالوجوه نفسها وبمشروع سياسي لا يختلف كثيراً عن المسرحية الكوميدية التي مل الناس من التفرج عليها خلال سنوات. ولهذا فهم مصرون على أن يعيدوا لنا صوراً وأصواتاً وخطباً رنانة سمعناها من قبل، وسنشاهدهم من شاشات الفضائيات ونطالع تصريحاتهم في الصحف، وسيجري اقتياد الناس وبالقوة لحضور حفلة سياسية أصحابها معبؤون بكلام فارغ ومكرر من عينة جئنا لإنقاذكم. نتابع المزيد.
وجوه وأصوات يتم استحضارها في كل انتخابات، غير أن الواقع والدلائل أكدت أن هذه الأصوات والوجوه فشلت في أداء مهامها، ولهذا كانت الناس تتمنى أن تتم إعادة أصحابها إلى مستودعات السلع غير الصالحة للاستعمال. قبل أكثر من 6 أشهر، حين أدار أكثر من نصف العراقيين ظهورهم إلى الانتخابات، فلأنهم ملوا من المطالبة بأبسط حقوقهم المشروعة، في حين أصر مسؤولون الأشاوس في التأكيد على أن من يطالب بحقوقه فإنما يستقوي بالخارج وينفذ أجندات سياسية. ولا ندري هل الدعوة إلى توفير الكهرباء تحمل في طياتها أجندة سياسية؟ وهل البحث عن فرصة عمل يحمل روائح تدخل أجنبي؟ وهل المطالبة بسكن لائق آدمي وحصة تموينية تليق بالبشر والتخلص من الزبالة التي ملأت شوارع العاصمة بغداد تقف وراءها قوى إمبريالية أو رجعية؟ لكل هذا أو لبعضه قرر الناس قول لا مرة ومرتين وثلاثاً وعشراً لكل الفاشلين الذين صدرتهم قاعة مجلس النواب ليتحكموا برقاب العباد، ورفع الناس شعار لا للمرة الألف، لأن حريتهم وأمنهم واستقرارهم يساوي أكثر بكثير من المعروض عليهم من بضاعة منتهية الصلاحية. قالوا لا لأن آثار معركة كرامة الإنسان ما تزال باقية في معظم أرجاء العراق. قالوا لا وهم يشاهدون مدنهم التي أرادوها أن تفرح لبست السواد لإصرار الفاسدين في المحافظات وأعوانهم على أن يلبسوها هذا السواد حزناً وكمداً لمصادرة الفرح من حياتهم. في مقالنا الثالث يقول الكاتب: تجري في العراق منذ سنوات جملة من السياسات المدهشة والقافزة على الواقع، وآخرها المحاولات المتجددة لإزالة نصب أبي جعفر المنصور مؤسس الدولة العباسية وباني مدينة بغداد من مكانه بمنطقة المنصور ببغداد، ولا نعلم ما الثمار المرتقبة من هذه الفعاليات المسمومة التي تنعش آفة الطائفية وتعمق الفرقة بين المواطنين. وحول قانون التطبيع الذي أقره البرلمان مؤخرا، يقول الكاتب جاسم الشمري في مقاله بموقع عربي 21: ما هي مبررات القانون الجديد وما الغاية من تعطيل القانون السابق الواضح والمجيء بمواد قانونية مطاطية يمكن تفسير بعضها بأنها بداية التطبيع الرسمي والشعبي مع إسرائيل رغم كل الأجواء الاحتفالية التي رافقت إقرار القانون؟ نتابع المزيد. لوحظ أن المادة الرابعة أولاً من القانون قضت بالسجن المؤبد أو المؤقت لمن يسافر للكيان الصهيوني، إلا أن الفقرة ثانياً من ذات المادة قالت: لا تسري أحكام الفقرة الأولى على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة وزارة الداخلية، فكيف يمكن لقانون يجرم التطبيع ويستثني الزيارات الدينية؟ فهل الزيارات الدينية ليست من التطبيع؟ وقد لوحظت عدة هفوات في القانون كونه لم يتطرق لمزدوجي الجنسية، وكيف سيتعامل مع زياراتهم المحتملة للكيان الصهيوني؟ وهل سيشمل المسؤولين الذين اعترفوا بزياراتهم لإسرائيل؟ وهنالك فقرة حساسة أغفلها القانون تتعلق بمصير علاقات العراق الدبلوماسية مع الدول التي تمتلك علاقات علنية مع إسرائيل، وهل ستكون هنالك تابعات دبلوماسية للقانون أم هو مجرد خطوة لإرضاء بعض القوى السياسية لتخليص البلاد من الانسداد السياسي المستمر منذ قرابة 8 أشهر؟ من يرفض التطبيع مع الكيانات المغتصبة ينبغي ألا يغتصب الوطن وألا يعمل بكل ما أوتي من قوة على تخريب مؤسسات الدولة وضرب النسيج الاجتماعي عبر الاغتيالات والتهديدات المنظمة والسعي لحصر الدولة كاملة في زاوية الطائفية المذهبية المقيتة الضيقة. التغافل عن القضايا الضرورية المفقودة في الوطن يؤكد خلو برامج الأحزاب الحاكمة من مشاريع استراتيجية تعنى بحماية المواطن وحفظ الدولة وتهتم بالصحة والتعليم والصناعة وغيرها من ضروريات الحياة التي لا يمكن تجاهلها.
نشر موقع ذا هيل مقالا لسيمون هندرسون الخبير بشؤون النفط والطاقة، قال فيه إن أسعار النفط وسياسة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على بداية الصيف في أمريكا. وجاء في المقال إن أسعار النفط تواصل الارتفاع إلى 120 دولارا للبرميل، وأنه من المبالغة الاعتقاد أن السائقين الأمريكيين لا يهتمون بالأسعار في محطات الوقود أو يظهرون بمظهر الثري الذي لا تهمه الأسعار. فهناك عوامل عدة تلعب دورا في أسعار النفط، ومن التعجل التفكير أنها لن ترتفع. رغم الزيارة الأخرى للرياض التي قام بها رجل الاتصال في البيت الأبيض مع الشرق الأوسط بريت ماكغيرك ومبعوث الطاقة عاموس هوشستن للرياض، فالحاكم الفعلي وولي العهد محمد بن سلمان لا يرى أنه ملتزم بأي شيء تجاه واشنطن، وربما كان هذا عاملاً آخر قابلاً للتغير، ذلك أن مساعدي الرئيس جو بايدن يعملون على ترتيب زيارة للرئيس إلى الشرق الأوسط، ويرى الكاتب أن إيران وأوكرانيا ستلقيان بظلهما على لقاءات الأيام المقبلة. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه على حافة تحقيق انتصار تكتيكي إن لم يكن استراتيجيا في دونباس، وكنتيجة لهذا يعتقد أنه قد يجد طريقا لتجنب محاولات أوروبا الضغط عليه في مجال الطاقة. أما إيران فتبدو مصممة على عدم فرض القيود على برنامجها النووي، وقد لا يسمح هذا التحليل بما هو غير متوقع، لكن حدث هذا من خلال احتجاز إيران ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج، رداً على احتجاز البحرية الأمريكية ناقلة نفط إيرانية في اليونان. ونتيجة التحرك الإيراني متوقعة، لكنها تعكر أجواء المحادثات الدبلوماسية. ويقول الكاتب إن الحسابات في ذهن البيت الأبيض لحل هذا اللغز هو أثرها على حظوظ الرئيس بايدن في انتخابات 22 نوفمبر النصفية، وتوقع ما سيحدث أمر معقد، فهناك الكثير من الأجزاء المتحركة، وستكون نتائج استطلاعات الرأي مهمة للتحليل، وعليه فشهر حزيران يونيو سيكون مهماً جداً فيما يتعلق بدور واشنطن في العالم ونظرة ومفاهيم العالم لها. كشف تقرير سري أمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خضع للعلاج في نيسان أبريل من مرض السرطان، وأنه نجا من محاولة اغتيال في آذار مارس الماضي. وأصدر مجتمع الاستخبارات الأمريكية تقييمه الشامل الرابع في نهاية أيار مايو الماضي الذي أشار إلى صحة الرئيس بوتين. ونقلت مجلة نيوزويك عن 3 من قادة الاستخبارات الأمريكية طلعوا على التقرير قولهم إن التقييمات تؤكد أيضاً حدوث محاولة اغتيال ضد بوتين في آذار مارس الماضي. أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة، ما يجعل مسار الحرب في أوكرانيا صعباً وغير متوقع، لكنهم يستبعدون نشوب حرب نووية. ويحذر المسؤولون الثلاثة، وأحدهم من مكتب مدير المخابرات الوطنية، والآخر ضابط كبير متقاعد بالقوات الجوية، والثالث يعمل في وكالة استخبارات وزارة الدفاع، من أن عزلة الزعيم الروسي تجعل من الصعب جداً على المخابرات الأمريكية إجراء تقييم دقيق لوضعه الصحي. ونوه أحد المسؤولين الثلاثة بأن أحد أفضل مصادر المعلومات والمتمثل بلقاء بوتين مسؤولين غربيين انتهى إلى حد كبير بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا. ويؤكد المسؤول في وكالة الاستخبارات أن بوتين مريض بالتأكيد، لكن هل سيموت قريباً؟ هذه مجرد تكهنات. بينما تتوجه الدول الغربية لخيار تقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن روسيا تفر في غزو دول جديدة لتدمير الغرب بحسب تقرير لموقع ذا ديلي بيست. ورصد الموقع الأمريكي تصريحات لمسؤولين وإعلاميين روس حول خطط الكريملين لما بعد حرب أوكرانيا والدول التي تمثل تهديداً له. ونقل ذا ديلي بيست عن مقدمة البرنامج التلفزيوني الحكومي الروسي 60 دقيقة أولغا سكابيفا قولها خلال برنامج تلفزيوني قالت لدي بعض الأخبار غير السارة.
رغم أننا ندمر بشكل منهجي الأسلحة التي يجري تسليمها إلى أوكرانيا، لكن الكميات التي ترسلها الولايات المتحدة تجبرنا على التوصل إلى بعض الاستنتاجات العالمية. وتابعت قائلة: ربما حان الوقت للاعتراف بأن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ربما وصلت إلى نهايتها، بمعنى أن حربا حقيقية قد بدأت. واستطردت بالقول: نحن مجبرون على إجراء نزع السلاح ليس فقط لأوكرانيا ولكن لتحالف الناتو بأكمله. ورداً على سؤال حول احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياباكوف قوله في وقت سابق إن أي استمرار لشحنات الأسلحة وهي في زيادة ترفع خطورة مثل هذا الأمر، بحسب وكالة رويترز. أما سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف فقد ادعى الثلاثاء أن بولندا تنتقل إلى 16 منطقة في غرب أوكرانيا، واتهم العديد من الدول التي لم يذكر اسمها بالعمل بنشاط على تفكيك أوكرانيا. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف إنه مستعد تماماً لمهاجمة بولندا، داعياً الدول الأوروبية لاستعادة أسلحتها التي أرسلوها لأوكرانيا. وفي الوقت ذاته يشير مقدمو البرامج والنقاد في التلفزيون الرسمي الروسي بشكل روتيني إلى أوكرانيا على أنها المنطقة التي كانت تعرف سابقاً باسم أوكرانيا، ويناقشون بشكل واقعي عدد ملايين الأوكرانيين الذين قد يموتون حتى تكمل روسيا ما يسمى بنزع النازية. وفي مقابلة ببرنامج تلفزيوني رسمي الأحد، اعترف نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف بأن روسيا بنيت من خلال التوسع الإقليمي، معتبرا أن بولندا أحد الخصوم الرئيسيين لروسيا. وفي البرنامج ذاته شرح رئيس لجنة مجلس الدوما للدفاع أندري كاراتابولوف فكرة الحملة الروسية ضد العالم الغربي، وقال: الحرب الدائرة حالياً ليست مجرد حرب اقتصادية وحرب معلومات، هذه الحرب تدور حول عقيدتنا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد-19، ما يعني أنهم أصيبوا بالمرض أو جرى تلقيحهم. وقالت المنظمة في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم إن ما يطلق عليها معدلات الانتشار المصلي ارتفع إلى 67% في شهر تشرين الأول أكتوبر من 16% في شهر شباط فبراير عام 2021 بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الخاصة بالمتغير أوميكرون سريع الانتشار، فإن الرقم ربما يكون حتى أعلى الآن. ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية لمحة عن الكيفية التي يزيد بها العالم بشكل جيد المقاومة للجائحة. الآن نذهب وإياكم إلى الكاريكاتير. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دائما كونوا في رعاية الله، إلى اللقاء.